السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة تانية من حالات السونار اللي بتطلب منا كتير في الحضانات أو للطفل بعد ما بيخرج من الحضانة. ترانسكرينيال الترا ساوند فيه الباثولوجي الأشهر على الإطلاق اللي ولله الحمد insignificant إن شاء الله. جيرمينال ماتريكس هيموج. الحالة دي همشي فيها إزاي نعمل الإكزامينيشن الطبيعي بعد كده شويه هي الكومن باثولوجي وشويه فارينس، فان شاء الله لعلها تكون مفيده. ده طفل عنده حاليا 4 اسابيع لكن اتولد بريتيرم حوالي 34 اسبوع. خلاص احنا بنتكلم في بريتيرم، يعني عرضه للجيرم من الماتريكس هيمورج، عرضه للبريفنتيكولوكوم اليشيا. فنركز بقى في النقطه دي، هم دول اللي بتدور عليه. وان كان البريفنتيكولوكوم اليشيا هتلاقي الطفل متاثر شويه كومبليننج غالبا يعني، لكن ده كان جاي لي كويس زي الفل، جود ساكلينج، جود كراي، اتحجز شويه في الاي سي يو بتاع النيونيتس بدرجه من درجات ريسبيرتيف ستريس. القاعده الاساسيه بتقول استخدم 2 بروب. طبعا بعد ما تاخد الهيستوري انت لازم تستخدم 2 بروب، تمام؟ بروب منهم ممكن يكون اللينير بروب، ده اللينير ده ستاندرد، وبروب تاني هيبقى بقى الكونفكس المايكرو كونفكس وات ايفر. انت عندك 4 ويندوز، الويندو اللي بتخلص منها 90% من الفحص او اكتر اللي هي الانتيريور فونتانيل. عندنا كورونال فيوز دول 6 ليفلز، وعندنا ساجيتال فيوز 3 ليفلز، او نقدر نقول 5 عشان ايه كل واحده يمين وشمال. ناخدهم واحده واحده. الكورونا اللي قدام خالص ليفل 1 ما قبل الفنتريكولر سيستم، يعني الفرونتال لوب، هتلاقي حته هايبر ايكويك سنه خفيفه، دي بيري فنتريكولر وايت ماتر، طبيعي انها تكون سنه هايبر ايكويك، تمام؟ انا مش شايف يا دكتور الحته دي، فتح الصوره شويه او استخدم اللينير بروب وشوف النير صور. هنا هتلاقي العينتين موجودين والفصه اللي هي الانتيريور كرين الفصه. انجلت البروب ورا سنه بدا يظهر لك الانتيريور هورن بتاع اللاترال فنتريكل وما بينهم كيفم سيبتم اللوسيدم. ممنوع 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 في الليفل ده تلاقي اي ايكوجينيستي، ممنوع تلاقي اي ايكوجينيستي في جدار الانتيرو هورن بتاع اللاترال فنتريكل. اذا انا داخل على حلقه ابنورمال غالبا، دي كده مش الكرويد بلكسس. الكرويد بلكسس بتتكون مع عند الفورم اوف مونرو يعني ورا شويه. طيب الحته دي اللي هي البيزل جانجليا برضو ممنوع تلاقي فيها ايكوجينيستي، بس هنا سنه لان بريتيرم مسموح في الحته دي. تمام، رجعنا ورا شويه عند الليفل بتاع الفورم اوف مونرو والثيرد فنتريكل بدا يظهر، فطبيعي انك تلاقي كرويد بلكسس في الحته دي، لكن ما تبقاش بالطول، المفروض تبقى حته صغيره هنا، ما تبقاش كده بالطول. بالطول يبقى دي تكمله الاخ ده، ده شكله هيموريج سب ابندايمال، ودي كده التكمله بتاعته. نخش على الليفل الرابع. فعلا الكرويد بلكسس المفروض تكون كده قاعده بالعرض. ده الليفل خلاص اللي تقريبا بخلص فيه بقى الثيرد فنتريكل، يعني ده البودي بتاع اللاترال فنتريكل، فده كرويد بلكسس بتكون موجوده عند الفلور بتاع اللاترال فنتريكل. الليفل اللي قبليها عند الكرويد بلكسس بتبقى عند الروف بتاع الثيرد فنتريكل، يبقى دي الاماكن بتاع الكرويد بتاع الايكوجينيستي اللي مسموح بيها. مش مسموح انها تكون واقفه بالطول، مش مسموح انها تكون قدام خالص على الليفل بتاع الانتيريور. نرجع بقى للليفلز بتاعتنا، رجعنا ورا خالص عند الليفل بتاع الاتريوم والبوستيرور هورن او الاوكسيبيتال هورن، هتلاقي بقى الجلوماس بتاع الكرويد بلكسس، ده المكان الاساسي، وشويه بيري فنتريكولار وايت ماتر بتبقى اسمها كليرنج. طول ما هي هوموجينس، طول ما هي الى حد ما سيمتريكال، طول ما هي الايكوجينيسي بتاعتها مش اعلى من الكرويد بلكسس بنعديها نورمال، تمام؟ ورا خالص اللي هي الاوكسيبيتال لوب بالبري فنتريكولار وايت ماتر اللي قلنا اكسبتد، ما فيهاش سيستيك سبيسز، ما فيهاش انهوموجينيتي، ما فيهاش اسيمتريه اند اند. الساجيتالات بنبدا بالميد لاين، بعد كده ميديال باراساجيتال على مستوى اللاترال فنتريكل، بعد كده لاترال باراساجيتال اب تو نعمل اكستريم باراساجيتال. طيب ميد لاين بيجيب الكوربس كالوزم اللي باين هنا حلو، ده لازم نشوفه في كل الحالات، ويفضل كمان نشوفه باللينير. المفروض الكيفم سيبتم كلوستم بيبقى موجود في نص الاولاني، لما بيكمل ده اناتوميكال فاريانت اسمه كيفم فيرجي، زي ما احنا شايفين الكيفم سيبتم المفروض يكون قدام.
لو كمل ورا زي الحاله بتاعتنا دي، ده اناتوميكال فيرينت اسمه كيمن. من ضمن الحاجات اللي بنشوفها في الميد لاين السيريبيلر هيمسفير والبرين ستيم الفورس فينتريكل السيسترنا ماجنا علشان الداندي ووكر او البوستيرو فوسا مالفورميشن ان جنرال، سواء كانت كبيره او صغيره اند اند. في حاله ان شاء الله هرفعه لكم يعني كمان كم حاله كده ولا حاجه، تبقى داندي ووكر ابنورماليتي، خليكم بقى تقولوها ساعتها. برضو الليفل ده ممكن نجيب الارتيريال دوبلر في الحته دي، الفينس دوبلر في الحته دي والحته دي، هنجيب لكم فينس دوبلر واحنا ماشيين. طيب ميديال باراساجيتال، انا انجلت البروب سنه لاترال، سنه لاترال بقى اسمه الميديال باراساجيتال لان فيه لسه لاترال باراساجيتال. يمين وشمال المفروض الكورويد بلكسس بتيجي لغايه الحته دي وتقف، الحته دي اللي هي ايه؟ هنا الثلمس وهنا الكوديت، فدي اسمها كوديت، كودو ثلامك جروف، ثلمس وكوديت، كودو ثلامك جروف، المفروض الكورويد ما تعديش لقدام، فكونها عدت هنا لقدام هي اللي عدت لقدام الايكوجينيستي، ايكوجينيستي انتيرو للكودو ثلامك جروف اب نورمال، يعني ماشيه مع هيموريج. هيموريج فين؟ في الساب بالدايما برضه يعني تمام، فده غالبا هيبقى نوع من انواع جين ماتريكس هيموريج، هنقوله كمان شويه. انا لسه بقول ايه الليفلز، يبقى اول ليفل في الساجيتال الميد لاين او اسمه ميد ساجيتال، بعد كده ميديال باراساجيتال، شفنا الفنتريكولار سيستم، بنشوف الجيرمن ماتريكس هيموريج، بنبص على البيزل جانجليا هل فيها اي خطوط من الرايزنج باثكولوباثي، هل فيها اي ايكوجينيستي هيموريج ولا انفاركشن، هل في دايلاتيشن للفنتريكولار سيستم بيري فنتريكولار لوكوماليشيا. الله ده الفيو ده مفيد جدا جدا. تعالى بقى نبص بره خالص مين اللي عشان البيري فنتريكولار لوكوماليشيا والسيمتريه بتاعتها اند اند تمام. وبرضه لو في اي حته ايكوجينيك كبيره ممكن تكون انفاركشن او هيموريج، ده غالبا في التيرم بيه. طب الحتت دي يا دكتور انا مش شايفها، ما احنا هنستخدم لها بقى اللينير بروب كمان شويه. يبقى احنا استخدمنا كده الفرنتال هورن وممكن نكمل لينير بروب، شكرا الحاله كده خلصت. طيب في اديشنال فيو زي البوستيرير فونتانيل الماستويد فونتانيل اند، انا جبت لكم صورتين كده ثلاثه من الماستويد فونتانيل. احنا عندنا يا اما توقف البروب بالطول، ده الفيو اللي انا بحبه اللي هو بنجيب كورونال فوق لتحت، وممكن برضو اكسيال ده عشان البوستيرير فصه مينلي. الفيو ده جميل جدا، يجيب لنا السيربيلم الفورس فنتركل سيسترنا ماجنا اللي هي القناه اللي في النص دي اسمها ايه؟ الكورن اوف ماجندي ميد لاين ماجندي تمام، الحته بتاعت الترانزفيرس ساينس والسب اراكنويد سبيسز، ده ايه الروعه دي؟ ده كويس جدا. ولو في هيدروكيفلس ممكن نجيب كمان السيربرال اكويدكت اوف سيبيوس. لحظه فين الدم من ورا فوق من تحت؟ انا هنا يا جماعه واقف كورونال، يعني ده كده سوبيريور وده كده انفيريور، ده كده سوبيريور وده انفيريور، فانا متوقع ان السيريبرال اكويدكتيف سيرفيس الاقيها في الحته دي، والثيرد فنتركل ممكن الاقيه كمان في الحته دي اند اند اند. المهم يبقى لما نشوف الوصله دي ما تتخضش وتقول ده داندي ووكر وبوستيرو فوسا سيست اند اند، لا ده الوصله اللي ما بين الفورس فنتركل والسيسترنا ماجنا تحتيها ووراها اللي هي ايه ميد لاين فورم اوف ماجندي فالي، كلها ماشي مفيش مشكله. وده طبعا السيربيلر هيمسفير والبيرمس اللي هو اللي في النص. السيربيلر هيمسفير يهمني علشان لو كان تيرمي بيبي ربع الهيمورج اللي هيحصل ربع الكرينيال هيمورج اللي هيحصل هيحصل في السيربيلا، فده منطقه لازم نشوفها يمين وشمال، مش تبص على الناحيه اليمين وخلاص على كده، لا ميل الطفل الناحيه الثانيه وبص برضو على الناحيه الشمال، لان كل ناحيه بتظهر في الفيو بتاعها بس، اليمين هيظهر السيربيلر اليمين والهيمسفير اليمين، الشمال هيظهر الشمال. فده ويندو مهمه جدا وبتجيب لنا فوائد كتير. هتكلم دلوقتي على الفينس دوبلر باختصار، ثلاث اماكن للفينس بنبص عليهم او الفينس ساينسز. السوبير ساجيتال ساينس بنجيبها باللينير بنجيبها بالكونفكس، بس طبعا الافضل اللينير تي اس وال اس، خليك مميل او عامل ستير الكالر بوكس. طيب في الماستويد فيو بنجيب السيجمويد الترانزفيرس ساينس في الاساس، ولو ميلنا تحت شويه ممكن نجيب كمان السيجمويد، وطبعا في الميد لاين برضو ممكن نجيب الفين اوف جالين. السيجمويد والترانزفيرس ممكن تتجاب برضو في الكورونال لكن بالكونفكس برو، ده عشان لو فيهم اي ترومبوزس ولا حاجه، لو كان دي هايدريتد او سيبتيك بيبي. انا هنا مش هتكلم على ارتيريال دوبلر، بنتكلم عليه في حاله ثانيه. الباثولوجي والفاريانت، يبقى الجزء الاولاني من الحاله دي انا اتكلمت على التكنيك سريعا وهي سهله. الجزء بتاع الباثولوجي، يا نهار ابيض ده حته بيضه ده كذا ده كذا، كل ده بنشوفه في البريتيرم بيبي. ده الكونفوليوشنز والسلسله والجرايه مش باينه كويس،
كل ده اكسبتد في البريتيرم بيبي. احنا عاملين بفضل الله سبحانه وتعالى في 7 فيديوهات شارح فيها النورمال، واحد فيهم قاعد اتكلم على التشنجز بتاعت البريتيرم اللي مش هتخض منها. الحاله دي جايه روتين، يعني الطفل كويس جدا جدا وزي الفل بصراحه، لكن طالما دي تيرم انا وفي شويه ريسبيرتوري ستريس، انا عارف اني اتعرض لحاجه وفي حاجه هلاقيها حتى لو كان هو كويس. جريد 1 جنرال ماتريكس هيمج، تعال نشوف النورمال. تمام، دي صوره كده ستاندرد من الكتب او من، لا دي من حاله ثانيه عندي. الفرونتال هورن مش المفروض الاقي اي ايكوجينيستي عند الليفل ده، لكن وانا هنا بالكونفكس في الحاله بتاعتنا الايكوجينيستي واقفه بالطول، انا عارف انها جريد 1. حلو جدا، كملنا بقى باللينير. فعلا في ايكوجينيستي واقفه بالطول، مش لازم يكونوا الاثنين زي بعض، ممكن تكون على ناحيه واحده او على الناحيتين، فكده ايه باي لاترال جريد 1. رجعت ورا السنه عند بدايات الثيرد فينتريكل، بدايات الكورويد بلكسس لسه واقفه بالطول، لا دي شكلها جريد 1 برضه. تمام، التكمله بتاعتها. طيب رجعت ورا سنه عند ليفل 2، ليفل 3، ليفل 4، هو ده الكورويد بلكسس ابييرنس اللي عايز تتعود عليه. هتبقى بالعرض واقفه عند ايه الفلور بتاع اللاترال فينتريكل، الروف بتاع الثيرد فينتريكل، بتعمل لي حاجه زي النجم او الستار. ورا خالص طبعا ايه الجلوماس بتاع الكورويد. يبقى اذا انا عندي كده ايه جريد 1 باي لاترال جنرال ماتريكس هيموج. طيب استاجتل ما تعديش الكودوثلاميك، ده هنا الكورويد بلكسس ايكوجينيسيتي، ده الثالاموس، ده الكوديت، يبقى دي كودوثلاميك جروف، ما فيش ايكوجينيسيتي قدام الحته دي. لكن هنا في الحاله بتاعتنا في ايكوجينيسيتي قدام وفي ايكوجينيسيتي قدام، انا عكس بس الصور عشان تمشي معاك. تمام، يبقى باي لاترال برضه جنرال ماتريكس هيموج، ده بالكونفكس وده هنا باللينير، يعني بالكونفكس ممكن تخلص الحاله. ايوه ان شاء الله، لكن لازم نعمل الاثنين عشان الحته دي ما كانتش متشافه. لو فيها اي برضه هيموريدج، لو فيها اي انفاركشن، لو فيها اي سب ديورال او سب اراكنويد كولكشن اند سو، يبقى انا عندي جيرمنال ماتريكس هيموريدج جريد 1. جريد 1 بتبقى في السب بالماين. تمام، دي هتلاقيها غالبا واقفه بالطول. جريد 2 دخلت جوه البنتريكل، هتلاقي ساعتها تعالى بقى نشوف هنا اليومن ده نفسه اللي هو اللي فوق ده بدا الاقي فيه ايكوجينيستي عشان نقول انها جريد 2. وكذلك هنا هتلاقي اليومن اللي فوق بدا نلاقي فيه ايكوجينيست، لكن اللي هي ممسوحه كده او فلاتنت دي غالبا سب ابيدايمال اللي هي جريد 1. جريد 3 المفروض يبقى لك اكتر من 50%، يعني تقريبا قربت تفل البنتركل كابوليوم ومعاها غالبا هيدروكيبال تشينجز، واربعه دخلت جوه البارينج كمان. فلذلك لو اتلخبطنا جريد 1 ولا 2، افتكر واقفه بالطول وفوقيها كلير ولا بدات تنكروتش على اليومن بتاع البنتركل، دخلت على البنتركل من غير دايلاتيشن، احنا بنتكلم فيه جريد 2 او انتر فنتريكول هيموريدج، لكن طول ما هي واقفه بالطول جريد 1 او سب ابيدايمال هيموريدج. فالحاله بتاعتنا دي جيرمال ماتريكس هيموريدج جريد 1. شويه فارينس موجودين، مش احنا قلنا دي كودو تلام جروف خلاص كده، يعني ده نهايه الكرويد، بعد كده ده الهيموريدج اللي عندنا. السيستايه الصغننه دي في اخر حته في الكرويد بلكسس، فعلا في الكرويد بلكس نفسها، دي كرويد بلكسس سيست نورمال فاريانت، طول ما هي تحت السنتي، طول ما هي سنجل مش مالتيبل، ما فيش مشكله فيها، نورمال فاريانت. طيب احنا عندنا ايه ده؟ ده في سيست موجوده ما بين اللاترال فنتريكلز، احد الزملاء قال كيبم اللي هي الفيلم انتربوزيتم، ماشي ما فيش مشكله. او فيلم انتربوزيتم دي سيست موجوده لكن تحت شويه. امال ايه ده؟ هنا يا جماعه ده كيفم سيبتم بيلوسنا، المفروض بيخلص عند الليفل ده، لكن لو كمل بقى اسمه كيفم فيرش زي الحاله بتاعتنا. كيفم سيبتم بيلوسنا الاسم برضو الاصح، يعني كيفم سيبتي بيلوسنا، بعد كده بيرجع لورا، اذا فهو كيفم فيرجي، كيفم فيرجي. يبقى اللي انا شايفه ده التكمله مش سيبريت، مفيش خط مثلا فاصل الاثنين. الفيلم انتربوستم هتلاقيه في الحته دي وتحت شويه، فده كده كيفم فيرجي، وده باي ذا واي اشهر من فيلم انتربوستم. تمام، طيب الفاريانت الثالث اللي لما حطيت الحاله على الفيسبوك كله نفض للسهم ده ولا كانه شايفه. هنا يا جماعه اثنين كرويد ولا ده هيموريدج؟ اصل لو ده هيموريدج انت بتتكلم في جريد 2 مستريحه، ده كده انترافنتريكولر، ده ما نعديهوش. فده عباره عن كرويد بلكسس لكنها مقسومه، اسمها سبليت كرويد بلكسس، يبقى لازم نبص عليها. طب ما يمكن هيموريدج يا دكتور؟ اولا ان كومن لوكيشن، ثانيا سموث، ثالثا هنقول ايه
كومن اناتوميكال برين. رابعا لو عملت عليها دوبلر هتلاقي فيها سنه فاسكولاريتي انلايك الهيموريدج. فمثلا لو كان ده هيموريدج ممكن تلاقي معاه فلويد ليفل او تلاقي معاه شويه دايلاتيشن. فدي كومن فاريانت اسمها سبليت كورويد بليسس، ما نتلخبطش بيها بينها وبين الانتراventricular هيموريدج. يبقى الحاله بتاعتنا شيل من الماتريكس هيموريدج جريد 1 اللي هو موجود في السب ابندايما اللي هتلاقيه واقف كده قدام الكودوثلام جروف، واقف عند الوول بتاع اللاترال فنتريكلز. الكلينيكال بتاعه غالبا الطفل ده كويس. في الكلينيكال برزنتيشن مفيش بقى اللي هي السيجرز والاتوني، مفيش الكلام ده، لا هتلاقيه كويس جدا. تمام اوكي. البروجنوزس كويس جدا، فيري جود بروجنوز، تقريبا ده نورمال تشايلد. خلي بالك انا بقول لك جريد 1، جريد 1 و2 الاثنين البروجنوزز بتاعهم ان شاء الله كويس، لكن لو سمحت تابعهم عشان بعد كده لو لقينا بقى سيست ولا سيستيت في الحته دي، ده هيبقى ريزولفد جيرمينال ماتريكس هيموريدج، او الحاله اللي انا رفعتها من حالتين تقريبا اللي هي الجيرمينوليتيك سيست. يلا بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.